قلت لكم في البدايه حلقه النهارده بفتقد فيها شخصيا، والمؤكد ان حضراتكم ايضا بتفتقدوا، الزميل الكبير الرمز المهندس عادل القيعي. لكن اذا كان غاب في هذه المناسبه العائليه ما ينفعش نغيب صوته. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا ابراهيم، و يعني كل التوفيق لك في الحلقه اللي القيت العبء عليك فيها، ويعني حتى نلتقي يوم الاثنين باذن الله على خير إن شاء الله. بداية لازم أشاطر كابتن طاهر أبو زيد الأحزان، وندعو أيوه. للفقيدة بالرحمة. أيوه. ويلهم الصبر والسلوان، كذلك الزميل العزيز الذي زملته في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بيكن جزمجينيان. وأعتقد أن يعني كان ونعم الصديق ونعم الرفيق، وربنا يتغمد الجميع برحمته. اللهم امين. تابعت امبارح بقى معركه الدوري والفتره ديت والنتائج المتداخله مع بعضيها، الفوز الصعب على المقصه امبارح. انا عارف ان انت ما شفتش الماتش طبعا، بس اكيد لا شفت. لا بتابع بقى. اكيد بتابع, بتابع اكيد شفت تفاصيله الافعال، وبتابع طبعا الشدهات التحليل. ولي ملاحظه، دائما وابدا ما نقول أن الدوري في أوروبا لا يحسم إلا في النهايات، وأن قيمة وجمال الدوري في الصراع المحتدم اللي ما أنتش عارف نهايته إيه. وما أن يتحقق هذا في على أرض الواقع، نجدنا نهاجم الأندية الكبرى التي لا تحقق النتائج المطلوبة. الكرة بقت صعبة. وش أنا اتفرجت امبارح على ماتش ليفربول الودي أمام ريد بول الألماني، وشفت حيرته وهزمته أمام فريق متكدس لم يفعل شيئا طوال المباراة إلا الدفاع، والدفاع الواعي المستمر. وشفنا أن أعطى الفرق قد يعاني أمام فرق أصغر منه بكثير إذا ما كانت الكرة تعانده، وإذا ما كانت تنظيم الدفاع بهذه الكثافة. كرة القدم مبنية على صراع، والصراع مش دائما بيحسم للافضل، ولكن يحسم بتوفيق، ويحسم لل يعني كمان ضيق عليك الخناق والفرص وخطب جون. انا عايز اقول ان الدوري قوي، الدوري لن يحسم بهذه السهوله. وعايز اقول كمان ان النادي الاهلي نصبر عليه شويه، هيتعافى باذن الله، لان لما تلعب وانت عندك 11 لاعب يشكلوا فريق كامل في كل الخطوط من ابرز نجومك، يبقى وحتى اللي بيرجع لك بيرجع لك من الناقهين او الناشئين اللي لسه ما خدوش فرص وثبتوا. ما انت الناشئ عشان ينجح لازم يخش في فريق صحيح. يشيله صحيح. انما يعني انا مش على هذا القدر من التشاؤم، واتمنى باذن الله ان النادي الاهلي يجد النغمه الصحيحه، وان نجومه يستعيدوا نفسهم وبسرعه، ويتغلبوا على كل الصعوبات اللي هم فيها، عشان نشوف نهايات سعيدة بإذن الله. إن شاء الله يا باشمهندس، وتستمتع وترجع لنا في حلقة الاثنين إن شاء الله. بإذن الله، ونلتقي معاك ومع السادة المشاهدين على كل خير بإذن الله. شفت أنا بفكك باثنين، يعني تغيب عني لازم أنا أجيب اثنين، ما ينفعش أجيب واحد لواحد. مين اللي جاي معاك؟ صديقنا العزيز عصام شلتوت والصديق العزيز محمود صبري. يا عيني يا عيني. يعني اثنين لواحد. لا ده انت استعدت بقى بقوه ضربه اروح فيها فين يعني. يعني ما هو ما ينفعش، ما انا بقول لك انت تتفك باثنين. لا متشكرين يا حبيبي، اي واحد فيهم يعني يتفك ب10 وموفق باذن الله. شكرا جزيلا، وتستمتع وترجع لنا بالف سلامه. شكرا جزيلا للزميل الكبير والرمز الاهلاوي العظيم المهندس عادل القيعي، اللي قلت لكم نفتقده في حلقه اليوم لهذا المناسبه العائليه، نستمتع بيه في حلقة الاثنين احنا وانتوا ان شاء الله. زي ما اشرت